بخير وبخير، مرحبا بكم في قناة ديجا ديليس. واليوم اش غنقول لكم؟ المود ديال الصهد من نهار العيد، وفكرت اننا خاصنا نتبرد بحكم ان كاين الكونفينمون والحجر الصحي، ما كاينش فين نلقاو الكلاص. ولهذا اليوم جبت لكم واحد الكلاص ساهل ماهل، مكونات بسيطه، ولكن هو الكلاص اللي كيتقدم في اغلى وارقى المطاعم، مذاق ديال النوغا. اذا بقاو معنا باش تشوفوا كيفاش غنحضروا هذا الكلاص البسيط في المكونات، ولكن الطعم روعه روعه روعه. اذا لهذا الكلاص كنحتاجوا نص سترو ديال الحليب، هي 500 ملل، ويكون بارد نخرجوه من الثلاجه. عندنا هنا كاس العنبه ديال السنيده، هي ما يعادل 120 غرام ديال السنيده. عندنا اللوز اختياري، اللي بغى ولا اللي توفر ليه اللوز يدير اللوز. كاس العنبه اي ما يعادل 100 غرام، اللي ما عندوش لوز وما توفرش ليه يدير بلاصو كاوكاو 100 غرام حتى هو، واللي عنده الكركاع يقدر يخلطهم ويدير حتى غير الكركاع. مهم المكسرات كما كنقولوا ليهم على حسب الاختيار، باللوز كيجي داك لوغو النوكا زوين. وعندنا بودره الشونتي، كريم شونتي، اللي حتى هي متوفره البنات في كاع الحوانت كاع المحلات، ماشي زعما شي حاجه صعيبه باش تجيبوها. ونكهه الكراميل، انا عندي نكهه الكراميل، داكشي غنستعمل نكهه الكراميل. اللي ما متوفراش لي يقدر يمشي يشري حك ديال دانون، ماشي دانون، هذاك الفلون كريم كراميل، عرفتوا اللي كيتباع ترونسبارون فيه الكراميل، هذاك هو ديروه بلاصه النكهه ضيفوه. اذا نبداو على بركه الله، غادي نصايبوا النوكا ديالنا. النوكا ديالنا كنحتاجوا ليها اللوز وسنيده، غادي ندوبوا سنيده فوق البوطه تذوب مزيان ويولي معلك سنيده، ونضيفوا عليها اللوز باش تكراميليز وتعطينا داك لوغو ديال النوكا. بقاو معايا باش نشوفوا الطريقه. اذا البنات كنكبوا الكاس العنبه ديال السنيده ديالنا، ونخليوه نتسناوه حتى يتكراميليز علينا. اذا البنات من بعد ما السنيده كتولي لنا على هذا الشكل، كنجيو نضيفوا اللوز ديالنا. لا البنات حتى ما كتشوفوا ان اللوز كنقولوا حمرناه، ونخلطوا الكراميل ديالنا النوكا سيدي، نخلطو هاد اللوز مزيان. إذا البنات من بعد ما كتكون صافي اللوز ديالو ديالنا كلو تلبس بالكراميل، كناخدو واحد البابي كويسون كما كتشوفو، كنكون دهنتو بشوية ديال الزيت، وكنكب فيه النوكا ديالنا. البنات حطيو راسكم مزيان فهاد العملية، لأن الشي كيكون سخون كنحطو النوكا ديالنا مزيان. صافي ونخليوها تبرد، غير تجمد لينا غادي نهرسوها و تشوفوا معنا التتمه. بقاو معنا. اذا البنات من بعد ما بردات لينا النوكا ديالنا كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كنحاولوا نهرسوها درنا الصاعات نطحنوها شويه، غادي نطحنوها نقصوا فيها هكا. صافي وكناخدوها كنطحنوها حتى كتولي عندنا غبره. بقاو معنا تشوفوا كيفاش كتولي. اذا بنات بعد ما طحنا النوكاتين ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كنخليو فيها شويه الحبيبات.
ودابا نمشيو باش نطحنو الكريم شانتي ديالنا اللي سبق وقلت لكم ان الحليب خصو يكون بارد من الثلاجه نسيطرو ونخويو فيه هذاك الكيس ديال الشانتي راه كيكون فيه ديجا السكر وكل شيء ونبداو نخدموه بالباتور. يعني صراحه ان هذا الكلاس كيجي رائع، كلاس بريستيج نوغا، راه فحال اللي كيتباع في المحلات. اذا صافي نخويو الكيس كامل ونبداو التخلاط ديالنا تدريجيا. والبنات اللي ما توفرتش ولا ما استطعتش ولا ما لقاتش هاد الكريم شانتي تقدر تخدم في بلاصتو هذيك لاموس، حتى هي كتباع بحال لا كريم شانتي، كتكون هي ديال ايديال، راه كتباع كنظن انه بنفس الثمن، تقدري تخدمي بها بلاصت الشانتي. اذا نبداو هنا نطربو لا كريم شانتي ديالنا. انا هنا مع كانت هذيك شبانه شويه صغيره، داكشي علاش بدا يترش ليا، ثم حاولوا تخدموا في وحده اكبر. صافي هنا محكمتها وبقيت كنطرب الشونتي ديالنا حتى تبان ليا شتات شويه بدات كيبان القوام ديالها، عاد نضيفوا عليها المكونات الاخرى. اذا بقاو معنا باش تشوفوا التتمه. اذا بنات دابا كناخدو النوكاتين ديالنا اللوز اللي طحنا كنضيفوه تدريجيا للكريم شانتي ديالنا. كنضيفوه وكنكملو العملية ديالنا حتى كينسجمو العناصر، تيتخلط لينا هذاك النوكاتين مع الكريم شانتي. كما كتشوفوا كنضيفوه وهي باقا كتبان سائله. صافي نستمر في التحراك بحال هكا بالباتور. فهاد اللحظه كنزيدو معلقه ديال العسل، ما ذكرتهاش البنات في المكونات لان الحلاوه كتبقى اختياريه، ولكن من الافضل نضيفو شويه شي معلقه كبيره وحده ديال العسل باش كتعطي واحد لوكو زوين. هنا الكاميرا كانت طاحت ليا داكشي علاش كيجي لوكو شويه حلو. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا جوج معالق كاع، هنا ما كيعطيش شي حلاوه مجهده، ولكن الحلاوه كتبقى اختياريه كما كنقول ديما. صافي هنا كناخذوا النكهه ديال الكراميل. البنات كنضيفو غير شويه لان عندي هاد النكهه الروح ديالها مجهده، كنضيف غير شويه. اللي قلت لك غيستعمل الفلون كراميل يدير غير وحده، بكيه وحده اللي كيتباع بجوج دراهم، يلوحها كامله ويخلط. صافي نستمروا بالتخلاط. البنات كما قلت لكم اللي بغى يدير كاوكاو راه يديرو، غير هو غيكون بلا جلوف وتحمروه وديروا ليه نفس العمليه اللي درنا للوز. اذا صافي ملي كنحسو انها صافي تجمعات ولات بحال اون موس كنحبسو تطراب، كنخلطوها شويه بالمعلقه، نجمعو دوك الجوانب اللي بقاو ونخلطو العناصر كامله، وبقاو معنا تشوفو كيفاش غنكبوها في المول ديالنا. اذا بنات كناخدو المول ديالنا، اللي بغاه دائري اللي بغاه على اي شكل، كناخذ واحد ورق الزبده كنقطعوه على شكل دائره ديال المول كنحطوه لتحت وكنفرشوه واحد البلاستيكه ولا البابي سلفيريزي ولا الفيلم اليمونتير، اي حاجه اللي تسهل علينا نجبدوه من المول. صافي كنكبو الخليط ديالنا في المول كنفرغوه كامل، عاد كنبداو قادو فيه في المول. واللي عندهم حتى المول ديال السيليكون يكون افضل، حتى هو كيسهل العمليه باش نخرجوا الكلاص ديالنا من المول. صافي كنستمروا في هذه العمليه حتى كنفرغوا الخليط كما قلت كامل. اذا صافي دابا كناخذوا كنقادو في المول باش يجينا دائري مقاد. كما قلت لكم البنات المول على حسب
كل واحد وشنو كيختار. صافي كنستمروا في هذه العمليه، نبقاو نقادو فيه مزيان، تنسرحوه كامل، دخلوا للثلاجة ولا الفريكو. من الاحسن البنات يبات ليله كامله، دونك نديروه في العشيه ولا في الليل، وحتى الغد ليه عاد ناكلوه باش يشد راسو مزيان مزيان. دونك نستمروا كيما قلت لكم في هذه العمليه، نقادو فيه في الجوانب وندخلوا للثلاجة، وبقاو معنا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا وطريقه التين ديالو. اذا بنات، من بعد ما برد الكلاص ديالنا ليله كامله، الغد ليه كيجي على هذا الشكل، على شكل ان غاتو كلاص عائلي. تزين البنات طرق عديده كلها واختياره، تقدو كاع ما تزينوش كاع، تقدو تاخذوا اللوز مهرمش وديروا على الجوانب باش تطرقوا هذاك الجوانب ديال الكاطو باش ما يبانوش، ولا تخليوه غير هكا. انا درت من فوق منه خيوطه ديال الكراميل، الكراميل كان باقي عندي ودرته من الفوق. نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي. وديك النوكا راه خليت شويه من هذيك اللي طحنا، باش هي درت بها شويه ديال الديكور لمسات. كيجي رائع البنات كما قلت لكم، وعائلي زعما غسال مورا الغداء ولا في الليل ولا في العشيه. ها هو كيجي القوام ديالو على هذا الشكل، كيكون دوك الطريفات ديال اللوز لداخل كلاص نوكا حقيقي غسال بحال ديال المحلات الكبار. كما قلت لكم البنات التزيين اختياري، كنتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها. اللي باقي ما شاركتش تشارك وتفعل الجرس وتسناو الجديد دائما. شكرا.